تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، والتحديات متواصله على ارضيه هذا الميدان. نذكر بالتوقيت الافضل في صباح هذا اليوم مع سن الثنايا كان قاصد ومنصور بن حمد بالاصلي الشامسي، سجل توقيت زمني مقدار 9 دقائق 21 ثانيه ليسجل التوقيت الافضل في صباح هذا اليوم مع سن الثنايا. شوط اخر، تحدي اخر، اثوار اخرى في صباح هذا اليوم مع سن الثنايا. شوطنا السادس خصص الابكار، هنا الثنايا المهجنات على صايل المسافه الا وهي 6 كيلومترات مباشره على البدايه، مباشره مع مقدمه هذا الشوط حفله. ناصر بن مصبح بن علي الشامسي ياتي على الصداره ويقدم انطلاقه حفله على مقدمه هذا الشوط، بينما المركز الثاني راهيه. سالم بن سعيد بن حمود العفاري يقدم انطلاقه راهيه على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات. دور المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق مصيحه. سعيد بن السيل بن حارب العميمي ياتي ويقدم لنا انطلاقه مصيحه على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات. دور المركز الرابع من القادمة في هذه اللحظات، والمنطلق الهبيبة مطر بن حمد بن عصيان المنصوري ياتي ويقدم الهبيبة على مستوى المركز هنا ايضا الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس حضور بروق الصغير بن سعيد بن سهير العميمي ياتي ايضا ويقدم شعاره على مستوى المركز الخامس. دور المركز السادس من المتقدمة لمحة عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي قادمة يقدم لمحة على مستوى المركز السادس، بينما المركز السابع الحاضرة والقادمة والمتقدمة في هذا المسار والمنطلقة في هذا الإبداع الكبير هي الهائلة سالم بن سعيد بن عمان المهيري ياتي ويقدم شعاره على مستوى المركز السابع. دور المركز الثامن الوصول في هذه اللحظات والتقدم مع بحور ناصر بن سلطان بن سعيد الاكتبي خذ المركز هنا ايضا الثامن في هذه اللحظات، هنا ايضا خذ المركز الثامن. دور المركز التاسع الواصلة والمتقدمة في مطر بن حمد بن مبارك المهيري ياتي ويقدم شعاره على مستوى المركز التاسع، بينما المركز العاشر الحاضرة والمنطلقة والمتقدمة في هذا المسار المتقدمة في هذا الإبداع وفي هذا التحدي الكبير المصاحب لهذه الأسماء المنطلقة الوصول والانطلاق من خلال مزنة. سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري ياتي ويقدم لنا انطلاقة مزنة على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة التي قدمت لها الجوائز النقدية من قبل اتحاد سباقات الأجنة. شعارات وأسماء لم يحين موعد وصولها حتى هذه اللحظات، نترقبها بالأمتار الأخيرة، نترقبها بالأمتار الخطيرة والكبيرة، ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع التحدي، نعود مع الصراع، نعود مع النزاع.
ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات المنطلقة والمبدعة دائما بالانطلاق، المنطلقة والمبدعة دائما بالتحدي منذ بداية هذا المسار، منذ بداية هذا التحدي. الله، هذه من تتقدم، هذه من تنطلق على الصدارة وتعلن بالانطلاق، تعلن بالتحدي والإدارة في هذا المسار، في هذا الإبداع الكبير. الله، هذه هي من تنطلق على الصدارة وتبدع بالانطلاق. الهبيبة مطر بن حمد بن حصيان المنصوري ياتي على البداية، ينطلق على المقدمة، ينطلق على صدارة هذا المسار مع مقدمة هذا الشوط، مع مقدمة هذا التحدي. بينما المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات والتقدم في هذا المسار من خلال تواجد مساحة سعيد بن السيل بن حارب العميمي، هذا المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، الوصول في هذه اللحظات مع بروق الصغير بن سعيد بن السهيل العميمي، خذ المركز هنا ايضا، خذ المركز هنا ايضا الثالث في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع، بينما المركز الرابع الواصله والمنطلقه في هذا المسار، في هذا الابداع الكبير الهائله، سالم بن سعيد بن عمان المهيل بدا يتقدم ويقدم شعاره على مستوى المركز. صاحب لهذه الإبداعات الكبيرة والمثيرة وصل بن عمان وشعاره، وصل بن عمان وشعاره مع انطلاقة واندباعته في هذا المسار وفي هذا الإبداع الكبير من خلال تواجد الهائلة سالم بن سعيد بن عمان المهيري، بدأ يغير المسار. بينما المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات والتقدم مع لمحة عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي، يقدم شعاره على مستوى المركز الخامس. الدور دور المركز السادس بحور ناصر بن سلطان بن سعيد الاكتبي، قادم ويقدم شعاره على مستوى المركز. هنا السادس، الدور دور المركز السابع، تتقدم حفله ناصر بن مصبح بن علي الشامسي، يبدا يتقدم ويقدم انطلاقه هنا حفله على مستوى المركز السابع. بينما المركز الثامن، الله يا مزنه، بدات تتقدم في هذه اللحظات، يقدمها في هذا المسار وفي هذا الإبداع الكبير. سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري قادم يقدم شعاره على مستوى المركز هنا أيضا الثامن في هذه اللحظات. بينما المركز التاسع، بينما المركز التاسع تتقدم أشواق محمد بن السهيل بن راشد بالعرض الحميري، بدأ يتقدم ويقدم شعاره في هذا المسار وفي هذا الإبداع الكبير. وصل بو علي وشعاره وفي هذا الانطلاق أيضا القادم والمنطلق شعاره هنا بن سرود، يقدم متعبة علي بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول. الله الله، الكيلو الأخير، الكيلو المثير، دخلنا أجواء الكيلو، دخلنا أجواء الكيلو. وهذه هي من تتقدم الهبيبة مطر بن محمد بن عصيان المنصوري، ياتي بن عصيان مع الهبيبة، مع الهبيبة على مقدمة هذا الشوط. بينما الهائلة سالم بن سعيد بن عمان المهيري القادمة مزنة يقدمها سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري. وصل بن سرود، وصل بن سرود يقدم متعبة، يقدم متعبة علي بن ناصر بن علي بن سرود الأخيلي، قادم يقدم شعاره. وصل بالعرطي وشعاره القادمة المنطلقة في هذا المسار وفي هذا الإبداع الكبير. خمسة اسماء في موقع واحد، خمسة اسماء في موقع واحد، ولكن هذه المنطلقة، هذه المبدعة، مصيحة مصيحة بدأت تنطلق على الصدارة. سعيد بن السيل بن حارب العميمي، ولكن بالعرطي، ولكن بالعرطي بدأ يتقدم على البداية، ينطلق على الصدارة. أشواق، أشواق محمد بن السيل بن راشد بالعرط الحميري، بن سرود وشعاره، بن سرود وشعاره بالقرين، بالقرين قادم في هذه اللحظات ويقدم شعاره. ولكن بالعرطي، ولكن بالعرطي على الصدارة يتقدم على البدايات، ياتي بالعرطي، ياتي بمنصور بانطلاقة أشواق محمد بن السهيل بن راشد الحميري. تهانينا والناموس على هذا الوزن الانتصار. المركز الثاني
صيحة سعيد بن السيل بن حارب العميمي، ثالثا كان الوصول في هذه اللحظات والانطلاق مع المركز الثالث من خلال تواجد مزنة قدمها سعيد عبد الله بن أحمد الظاهري، والمركز الرابع الشايبة علي بن مبارك بالقرين العامري فقنا في اللحظات الأخيرة بن مبارك، بينما المركز الخامس كانت متعبة بن سرود قدمها في اللحظات الأخيرة وفي الانطلاق المثير من خلال تواجد مشاهدينا الأعزاء متابعي الكرام علي بن ناصر بن علي بن سرود الأخير خذ المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، التوقيت الزمني 9:36. تهانينا والناموس لمالك الشواق قدمها محمد بن السيل بن راشد بن عرتي الحميري.